دائما أسأل من هم صناع الأمل؟ اكتشف عالم جديد بداخلك. اسمي ندى العامري، فنانة تشكيلية ومعالجة نفسية عبر الفن. يقوم العلاج بالفن بإخراج هذه التصورات المطبوعة في العقل الباطن إلى المعالج بإعطاء نشاط مبني على شكل رموز، فالمعالج يمكن إنها يحللها، فهو يتركز على التعبير الغير لفظي الفني بالرسم أو النحت أو للتعرف على رموز وذكريات تعبيرية وخبرات قد تكون حسية. مثال نجعل المريض يرسم صورة أو أكثر مثلا، ثم نقوم بتحليلها من الأفكار والأسلوب، وبعدين نربطها مع الحالة النفسية للمريض الذي يعاني منها، وبعدين نقوم بوضع خطة لهذا المريض ليستطيع تفريغ ما بداخله. أحب أوصل رسالة للجميع. مشروعي هذا اللي أنا حابة إنه يوصل للجميع عن طريق الفن. الكل محتاج، وكل شخص يبي يطلع اللي عنده، يطلع القدرات الكامنة اللي داخل بشكل إيجابي وبعيد عن الأشياء السلبية، وإن الحياة بعدها حلوة ومستقبلنا حلو وفيها إحساس بالتفاؤل والأمل. يجب أن يكون هناك وعي بالفن التشكيلي، وعي بالإحساس باللون باللوحة، إحساس فني. طبعاً هالشيء المفروض نبدأ فيه ونغرس أولادنا منهم الصغار في البيئة في البيت. مو بلازم أنهم يكونون فنانين يرسمون، لا، نعطيهم نظرة أن كل لون له معنى، يعطي إحساس، يعطي دفء، يعطي تفاعل، يعطي اندماج، حب. يجب أن يكون هناك وعي وانفتاح بالنسبة للهوية الإماراتية والبعد عن التشبه بالفن الغربي. الإبداع والابتكار، طبعا فكر وعبر وابدع وشارك معانا في هالجمعية عشان نضم نعيش ونرتقي في هذه الحضارة، ونوصل للكل إن إحنا بعد عنا أمل وعنا قدرات كامنة نقدر نطلعها ونقدر نرسلها للكل يفهمها ويقدرها وينميها. دائما أسأل من هم الأمل؟ من هم صناع الأمل؟ من هم التفاؤل؟ من هم الثقة بالنفس؟ من هم المواهب المدفونة؟ الشباب، احنا الاطفال، الكبار، الامهات، كل شخص موجود، مغترب، معاق، مريض، مقعد، كل شخص عنده امل، عنده تفاؤل، يجب أن يكون واثق من نفسه بالفن بأي مجال. أكيد في هناك مواهب مدفونة لازم نكتشفها وننميها، فالفنون هو عقل الأمة، عقل الثورة اللي احنا عايشين فيها.
هو عصرنا، مستقبلنا، ثقافتنا، حضارتنا، هوية إماراتية، هوية عربية، أمة متوحدة. نحن كلنا صناع الأمل. اقرأ شفافية الماضي في عين المبدأ.